السلام عليكم، اهلين وسهلين. كي دايرين؟ كلشي سانك سانك، اموركم هانيين؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله. كيف عاملين؟ جينا عاوتاني طليله خفيفه ظريفه مع الحباب، مع الخواتات، مع الميمات، مع الحبابات، ان شاء الله يا ربي جينا نشاركوا معكم شنو عندنا وندوروا تاني طليله خفيفه ظريفه ان شاء الله. كي دايرين بعدا؟ هانيين، كل شيء مزيان، كل شيء سانك سانك، قلوبكم هانيين، عقولكم مرتاحين. يا رب يكون شيء، كل شيء يكون في امان الله وحفظه. وصلت شي عطلة ولا مازال؟ سالوا شي موحدات ولا مازال؟ اللي عندهم وليداتهم السادس والتاسع، ياك والكاتريان الموحد، والله ينجح كل واحد، والله يوفق كل واحد، والله يوصل كل واحد على داك الشيء اللي بغى واللي كيتمنى واللي مرجي في قلبه وفي عقله ان شاء الله يا ربي. ايوا جينا اليوم قلت اراش ندير ما ندير، نشارك معكم شي حويجات. ما شكيت عليكم والله، انت عرفتي هاد 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 الورقه هاد الموضوع حمقتني. كندخل كنلقى وحده، نخرج نلقى وحده، قلت الخوله قهرت قهرت قهرت. والاغرب في الامر ما عندنا ما كيتسالونا والو، جابوا الورقه الحمراء. قلت الخاوله في راسك هادشي راه بزاف، والله الا بزاف. واش هاد الناس تسطاو ولا هبلوا ولا حماقوا؟ ها امشيو نهضروا معاهم ونمشيو نحتشوا. انت غا ورقه وحده جات الحمراء، قلت لها هادشي بزاف والله الا بزاف. والحمد لله، الحمد لله على كل شيء وعلى كل حال. ملي بغا نشارك معكم واحد الحويجات ولا فيديو جاي ان شاء الله، نشارك معكم واحد التويبات زوينين. ما تنساوش بقاو عاقلين، الفيديو الجاي غادي نشاركو تويبات زوينين ان شاء الله. دابا غير ضيق الوقت والوقت ما كاينش، وقلت خلي حتى الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله يا ربي. يلا بقاو معنا ما تنسيو فين، واللي مازال ما تابونيت ابوناو، ولي لايك ولي لايك لي لايك لي لايك، ولي كومونتير. وعافاكم عافاكم عافاكم، ديروا لي لايك لي لايك، لان بلي لايك ديالكم كنزاد لاشين ديالنا كطلع وكتكبر وكتزدهر بالفضل ديالكم. وهانتوما معايا، يلا زيدوا نبداو. اول بياسه نشاركوها جميع، ياك اخويا شاركوها كاملين. بسم الله. غان كيما قلنا هاد السيمانه بقينا غير مع الثلجات. ايوا اليوم عاوتاني واحد كشيطه يا البنات، واحد كيشيطة اللهم بارك، شي حاجة اللي غزالة غزالة. شوفوا البنات، لازم الزواق والتعقيقة، شي حاجة اللي غزالة غزالة البنات. شتو فنة طالعة بصحة مولاتها، وهابطة بالعريق، والتحتاني حتى هو نوريه لكم تشوفوه على وضوح تام اللي قالوا. شو كي داير بالكراكو هابط حتى لتحت، كيشيطه يا سلام، خدمه ديال العشق، خدمه همه وهي وشي حاجه كلاس كلاس كلاس. شتي جايه فنه، خدومه بالصم والتنبيته بالزمرد وبال الحجر، فيه البيستاشيو والموطار، شي حاجه اللي غزاله غزاله. نوريها لكم وقفه انها تكون قريبه احضر باش كتبان اكثر. شتي طالعه زوينه صحت مولاتها. هذه الخدمه ديالتها 1000 درهم الخدمه ديالها، ولكن راه كلها صم. شي حاجه اللي يا سلام يا سلام. ودفينا راه فيها الافتتاحيه البنات في الجناب، افتتاحات طويلين اللهم بارك. راه كي قلت لكم التصوير ما كيبانش، شوفوا الثوب تبارك الله وصل عند غير كيراغي. شي حاجه اللي غزاله غزاله، والقفطان راه هابط بالكراكو حتى لتحت. وبصحه مولاتها تمسها وتعاود طول العمر ان شاء الله. هذه التكيشيطه شوفوا شنو كاين عاوتاني. هادي خاولة ما خصهاش نخليوها هكا. هادي واحد جليليبة حضور، ياك حزين واحد شوية هاديك البارية
زليبه حضوريه قفطان ياقوته مخدوم كطرفي تنبيته شي حاجه اللي غزاله غزاله وجليليبه بالحرير ولكن خدمه يا سلام البنات شي حاجه اللي همويه هانتوما تشوفوا مخدومه بالضفيره صم من جوج جوي وبليزي ستراس هابطه حتى لتحت هابطه حتى لتحت بليزي ستراس راه كيما كنقول لكم البنات راه دائما التصوير الكاميرا ما كتعطيش حق البياسه على ما هو عليه يعني واخا كتبين ما كتبينش داك الشيء وعاد الزويقه في الظهر حاولي كتلي ما تنسيش الظهر ها هو غنحيدو القفيطين ونشوفو غزال شي حاجه اللي اكثر من رائع وياقوت البنات شي حاجه غزاله غزاله والله كتحقر ولكن راه فنه هالكلمات مخدومين على حقهم وطرفهم شي حاجه اللي غزاله غزاله ديما يا خوله كتجلسي وكتخرجي لينا العجب التليفون شوفوا الكلمات ديال الجلابه بركات تحلف عليا خوله كيما عندنا ما نديرو خوله وين جلابتك يا اختي بسات جديدي بتا يا اختي مخبي علينا زينها باش بين لينا جديدي بتا كي طلع هانتوما راسكم البنات والله الا كتافي طايحين عليا ولكن قلت هو مع ذلك والله حتى نشارك مع احبابي وحباباتي كي قال لي وخواتاتي نشارك معكم الموضوع اللي كاينين اللي بغا كفكره كما كنقولوا لي تعم الفائده يعني الواحد ماشي بالضروره غيخيط عندي ولا ولكن غير كتستافد كلشي كيستافد كاين فكره في الالوان في كلشي كاين حتى مشكل شفتوا الكميمات درت لهم مفتيحه من الفوق هكا باش ان البياس القفطان التحتاني غيتشاف وغتبقى حتى الفكره ديال الديزاين يعني البياسه مغيره ما غتبقاش جلابه بلديه كم تحتكم لا هذه جلابه سلهام الفوقاني بقى مفتوح الكميمات مفتوحين حتى هما من الفوق باش كتستغل حضور 100% التحتاني ياقوته وليليبا شكل سلهام شتو الناس كيقول لكم كيبقى محلول هالكميمات كتبقى زوينه زوينه شي حاجه اللي موديرن وفي نفس الوقت مدخلين عليها البيبي او معانا ما تمشيو فين نشوفو شنو كاين فراسكم دابا يا كاع هاد البيسه اللي غنوريكم دابا شي حاجه لي سيربرايز شي حاجه اللي طوب خدات لينا وقت طويل في الخدمه في التصميم في لاكو مهم شي حاجه اللي نقول شوفوا قولوا قولوا والله احد خدات لينا اكبر وقت اكبر بياسه واحد القفطان واحد القفطان واحد القفيطين غزال غزال يا البنات شي حاجه اللي زوين اصلا هو كتشوفي كتلقاه كيوت شي حاجه اللي غير تحطيه ديكور شوفوا القفيطين شوفوا الخدمه شي حاجه غزال اللي بنيت عندها عامين على ما اظن ولا 3 سنين شوفوا جا على شكل غوب شتو لي بلي شي حاجه اللي غزاله غزاله راه كي قلت لكم البنات راه دائما التصوير ما كيعطيناش حق البياسه كامله هي البياسه مباشره كي كتبان اكثر وخلاص مع حيت البنيته صغيره ويعني ما نقدروش نكبروا الطوق درنا سنيسله في الطوق باش يجيها ساهل في اللبسه يجي بخاتيك وبصحت هاد البنيته واخا راه ما كايناش هنا راه بعيده راه حنا غير مصايبينو جداها صايبات ليها باش في الهند في الهند هاد البنيته صايبات ليها جداها وبغاتو لها تشهاتو لها قلنا لها علاش لا نشاركو الجميع ونخدمو وبصحتها وراحتها وندوزو باقي واحد جوج بياسات البنات نشاركو معاكم وعاد نشوفو شنو كاين عندنا هاد الجليليبه هذا البروكار البنات
البروكار في البلو مارين جغزال زوين تاتيسي ديالو زوين ودرنا له هاد الخدمه هادي شتي دخلنا التيركوا الغوز بيبي جات زوينه وخدمنا فيها جوج مخدومه كلها لون واحد وهاد الاس مخدومنا فيهم جوج وطيب البرشمان كما العاده هذا ديال مولاتو بصحتها وراحتها وتسمح لينا لان تعطلنا عليها ولكن راكم عارفين الظروف اللي دازت يعني ماشي سهله المهم خدا واحد الوقت طويل تقريبا شي شهر ونص هكا خاوله اللي تعطلات هاد القياسه ولكن كليانتنا يعني لقينا الغربه على كليانتنا الصراحه اللي ديالنا ما اللي كيكون باقي جديد ما كتقدرش لان ما كيقدرش يقدر كاين اللي كيقدر بصراحه الظرف ولكن عاد ثاني قال لي حتى حنا ما نعيقوش ونقولوا لها على سلامتها وبصح على سلامتها بياستها ولات وبصحتها وراحتها تلبس وتعاود طول العمر ان شاء الله يا ربي وغنختموها بواحد الجليبه كلاسيكيه خيسان البلوغوا والخدمه البلديه اللي كتبقى دائما بلديه البنات عندك الاميره يا سلام مليفه الاميره لا يبلى عليها وخلاص الخدمه هانتوما كي كتشوفوا خدمه رقيقه ودبانه وشي حاجه اللي غزاله غزاله ومولاتها تلبسها وتعاودها طول العمر قلت لكم اليوم فقط شاركت معكم غير بياس ديال الكليان ديال البيع رانا مخليه لكم الكوليكسيون حتى تكمل كي قلت لكم خليناها نوجدوا لكم واحد الكوليكسيون زوينه باش نوريوها لكم المهم نعطي واحد العدد كميه يعني تكون زوينه يعني ننوع لكم فيهم وهادشي اللي كاين وكي قلت لكم اللي اول مره كيشوف لاشين ديالنا يتابونا ويدق الجرس باش يوصلو كل جديد ولي لايك ديالكم لي لايك لي لايك باش ان لاشين ديالنا تزاد وتكبر وتزاد وتزاد مالك يخاو راس بعد كياكل غادي غير بغا طفي باقا ما ساليت لاشين ديالنا تكبر بزاف جمعتو راه قاطعه ثاني الزين لاشين ديالنا تكبر وتكبر بزاف بالفضل ديالكم وبالدعم ديالكم ولهلي خطيكم علينا فراسكم غنزل على اللقطه ونبقى حاطيه خاوه صبع على تحطوا على الكاميرا ولهلي خطيكم علينا وكنترجاكم ديروا لينا لي لايك لي لايك وبارطاج على نطاق واسع شويه تكبر لاشين ديالنا حيت قريب قريب ان شاء الله يا ربي نشارك معكم واحد سيربريز زوين 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 ديال لاشين ولهلي خطيكم علينا وبسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.